بزاف مشيتي للبنك غادي تعمل باللغه الفرنسيه، نهار تبغي تخدم غادي تحتاج اللغه الفرنسيه، غير بديك لو فيت ديال بونجور ميدام ميسيو اجوردي جو فو بروبوز دو ديكوفرير افيك موا، كتبقى تهضر بهذا لاكسون بحال هكا، الناس تيفالوريزيو كثار وتيقدروك وتيديروا ليك، يعني باش ما تخليش الشميت يضحكوا عليك، ما تخليش شي واحد يهينك ويحتقرك، خاصك تقراها. اهلا وسهلا، مرحبا بكم في هاد الفيديوهات ولا هاد السيري اللي غادي ندير لكم ان شاء الله في تعلم اللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه. غادي نشارك معكم تجربتي الخاصه بلا ما نقول لك نقرا لك شي كتاب ولا نقرا لك شي حد كيفاش تعلمها ولا شي حاجه، كيف ما كنت كنشارك في الفيديوهات السابقه في الاغلبيه ديال الفيديو السابقين كنعاود لكم تجربتي الخاصه وكيفاش انكم تقدروا انكم تستافدوا منها، وبطبيعه الحال يمكن لكم تبنيوا طرق ديالكم نتوما خاصين. اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه كيف ما كنعرفوا كاملين، بالاخص الا كنتي في دول عربيه وخاصه دول شمال افريقيا، نهضر على المغرب، مهمين بزاف. نبداو باللغه الفرنسيه ومن بعد غادي نحتاجوا اللغه الانجليزيه. اللغه الفرنسيه هي الاولى، علاش؟ حيت حنا بلد فرانكوفوني كنحتاجوا اللغه الفرنسيه، كتقرا بها، هي اللغه الاجنبيه الاولى، وغادي تحتاجها في بزاف د الحوايج. بغيت تعمر شي فورمولير، عندك شي التزام بغيتي تسني بزاف، مشيتي للبنك غادي تعمل باللغه الفرنسيه، نهار تبغي تخدم غادي تحتاج اللغه الفرنسيه، قبل ما تخدم باش دوز امتحان، يعني مهمه بزاف. كيف ما بغي يكون الشعبه اللي متبع انت، كنتي علمي ولا كنتي كدير الاقتصاد ولا كنتي من غير بطبيعه الحال، الا كنتي في الدراسات الاسلاميه ولا شعب اللي ما كيحتاجوش كاع، على حسب انت الهدف ديالك فين بغيتي شنو دير بها من بعد، زعما شنو بغيتي تخدم ان شاء الله الرحمن الرحيم. اما فيما يخص انك تعلمها يعني بالحريه ديالك وهذا، غادي تحتاجها، تقدر تخدم بها في سونتر دابيل، تقدر تصوفي بها راسك بطبيعه الحال. واللغه الانجليزيه كذلك اللي هي اللغه الاجنبيه الثانيه بالنسبه لنا حنايا، مهمه بزاف باش انك تفتح عقلك، باش انك تبحث في الانترنت، اي حاجه بغيتي تقلب عليها غادي تلقاها باللغه الانجليزيه، يعني هادو اجباريين لا غبار عليهم، غادي تقراهم غادي تقراهم وخصك تعلمهم. وحتى من ناحيه اثبات النفس ديالك واثبات ذاتك، الا ما كانش عندك اللغه الفرنسيه ولا اللغه الانجليزيه ولا اللغه الانجليزيه، شي نهار يكون عندكم واحد اللقاء ولا تكون في شي بلاصه وتبغي تهضر وتبقى انت مدير في حال هكا وجامع يديك وشنو وحابسك اللغه حيت ما عندكش، وتلقى تبارك الله عندك شحال من حاجه باغي تقولها وباغي تشاركها مع الناس، ولكن ما عندكش اللغه هذيك الوسيله باش تتوصل لهم، حيت في الاخير اللغه راه كتبقى غير وسيله اللي كتنشر بها، ولا مثلا اللي كتبغي تنقل بها ديك المعرفه اللي عندك ولا شنو اللي عندك في الراس ولا داك التساؤل ولا شي حاجه بغيتي تفسر لشي حد، يعني راه ماشي هي شي حاجه ولكن مهمه، فهمتي؟ يعني خاصك تقراها. بالنسبه لنا حنا بالاخص في المغرب، الا كنتي تهضر باللغه الفرنسيه واخا ما تكونش واخا ما يكونش عندك شي ما يكونش راسك عامر ولا شي حاجه، غير داك لو فيت ديال بونجور ميدام ميسيو اجوردي جو فو بروبوز دو ديكوفرير افيك موا، كتبقى تهضر بهذا لاكسون بحال هكا، الناس تيفالوريزيو كثار وتيقدروك وتيديروا ليك، يعني باش ما تخليش الشميت يضحكوا عليك، ما تخليش شي واحد يهينك ويحتقرك، خاصك تقراها، خاصك دير في راسك واحد النفس وتقراها، واجباري عليك بغيتيها ولا كرهتيها. هذه النقطة الأولى باش تسالي إن شاء الله ودوز الإنجليزية، حيت حتى هي تابعك وراهما بجوج بيهم خاصك تساليهم، وماشي حيت دابا مثلا راك باقي صغير ولا راك وصلتي الا كنتي وقت وصلت 30 عام مازال عندك لاشونس باش انك تقراه، يعني ما تبقاش مرضك طول حياتك، ولا كنتي باقي صغير ما تبقاش تستنى حتى تكبر عاوتاني قراها بكري، قد ما قريتيها بكري باش دوز لحاجه واحده اخرى، ما بقاش انا ديما مشغول غير معاها، حيت هي دابا كيف ما قلت لك شحال من حاجه تبغي انت تفهمها ما تلقاهاش بديك اللغه ديالك. للاسف اللغه العربيه حنا ما تلقاوش فيها بزاف المحتوى، بالاخص الا كان شي علمي، وغادي تحتاج الانجليزيه وشويه الفرنسيه، اذا فهمتي تابعينك تابعينك. كيف ما قلت لكم اللغات ماشي هما كل شيء، ولكن حنا كيبان لنا حنا هما كل شيء، هما راه ماشي هما كل شيء، هما غير اداه باش ان داك الشيء اللي عندي تنترونسفيريه لك. حنا ماشي بلد صناعي اللي عندنا اللغه ديالنا العربيه اللي كنكتب بها العلم ولا اللي غادي تقلب بها في الانترنت ولا شي حاجه، يعني شي حوايج اللي بغيتيهم، ولكن للاسف ما عندناش، دونك خصنا نقراو لغات اليهود بزز منا، غادي تقرا اللغه ديال فرنسا ولا تقرا اللغه ديال الامريكان ولا البريتيش ولا نامبورت،
خصك تقراها باش نقول لك، يعني باش نكون معك واضح. اللغات راه ماشي هما انك انت واعر، ولكن ملي غادي تقراهم غادي يعطوك واحد الثقه في النفس، وغادي تولي تبان عندنا حنا في المغرب حنا واعر. متفقين؟ دونك ملي غادي تخرج برا راه كيبقى شنو عندك في الدماغ ماشي لا لون. فهمت المعادله شويه كيف دايره؟ قال اللغه وسيله ديال التواصل مهمه ما مهماش. ندوزو دابا الطرق باش غادي تتعلمها. اهم حاجه في اللغه هو داكشي اللي كتعلمو كتطبقو ولا كتعلم على سبيل الاحتياج ديالك. ما غاديش نمشي نبدا نقرا شي حاجه اللي ما غاديش نستعملها، ولا قريتها خصني نستعملها ديك الساعه، استفدت كلمه غادي نحاول نطبقها ديك الساعه. اكواسير انني نبقى نقرا بزاف، نجبد واحد الكتاب على المصطلحات هذه وما كندخلهم في حتى شي حاجه، ما كنربطهم بحتى شي حاجه. مشات تقراها دابا، مشات غادي تدوز واحد السيمانه ما تبقى عندك لا موتيفاسيون لا حتى شي حاجه، وما غاديش تكمل، غادي تنعس صافي، غادي تنعس ما غاديش تستمر. يعني اللي بغيت نقول لك انايا تعلم بالاحتياج. متفقين؟ الا قدرتي دابا انت تمشي تدخل لشي مركز وتخلص على راسك وهادي وتتبع معاهم البرنامج كيف ما هو، داكشي الله يعاونك مزيان سير. ولكن الا كنتي يعني على قد الحال وهكا غادي تبقى تتعلم كلمات ونمشي نطبقهم ديك الساعه. فحال مثلا اليوم فقت في الصباح وقلت خصني نشوف شي حاجه نستافدها ولا سميتو، تعلمت اللي نفترض ديكوفغيغ هي اكتشف. هاد ديكوفغيغ ما غاديش غادي نشدها، ديكوفغيغ اكتشفها وانتما غادي تسولني انا عارف كلمات. يلا قول لي شنو هو ديكوفغيغ؟ ديكوفغيغ هي اكتشف. شنو اكتشفها هي ديكوفغيغ؟ شحال غادي نعطيك باش انك تبقى عاقل؟ لا ما تطولش عندك بزاف، غادي دير فريو مشات، ما ربطتيهاش، ما دماغك اصلا ما شدهاش، بحال شي حجره جيتي حطيتيها مثلا في واحد وسط واحد الحجرات وما لصقتهاش بيناتهم، ما درتيش ليها ديك السيمون باش انها ولا الكولا ولا شي حاجه، صافي من بعد غادي تهبط مسكينه، ما تلقاش راسها، ولا شي لعيب دخلتي في واحد الفرقه وما منسجمش معاهم، وهذه خاصو ينسجم باش انه يولف ولا عاجبو الحال. اما لا خليتي غير حاطه في حالك حتى هو غادي يطلع ليه الدم مسكين، يحس براسو انه منعزل عليهم وبوحديتو في واحد الجهه صافي، وغادي غادي يعيا وما غاديش يعطيني داكشي اللي عنده. اذا ديكوفري غير خديتها غادي نحاول ندخلها في بعض السميجو. شنو غادي نقول؟ اجوردي اون فا ديكوفري ان نوفو تشالنج. دابا انا قلتها لك بحال هكا حيت طبيعه الحال حيت انا عندي مصطلحات في الراس. كيفاش قلتها؟ اون فا ديكوفري ان نوفو تشالنج، لاننا غادي نبدا ولا غادي نكتشف واحد التحدي جديد اللي هو تعلم اللغه فرنسيه او انجليزيه او اي حاجه، ولا نبدا الرياضه ولا نيمبورت، ولا غادي نديكو غادي نكتشف واحد شخص جديد مثلا. اون فا ديكوفغ، غادي تقول لي انا احتاجيت اون فا وتشالنج، هادو ما عنديش في الراس، عندي ديكوفغ خديتها كيفاش غادي ندير ليها؟ شنو غادي تقول اليوم؟ ديكوفغ تحدي جديد صافي، يقبل لك التخربيقه هو صافي. اذا هنا غادي تحس براسك انك المهم ترى قلتيها، ولكن خصني ديك الفورميلاسيون ديالها. شنو غادي ندير؟ غادي نمشي لجوجل تراديكسيون ترانسليتر وغادي نكتبها. اليوم سوف نكتشف تحدي جديد وصافي. شنو هي سوف؟ هي اون فا. اون فا تبقاش تقلب على شمين الفعل، واش لو فيرب الي ولا لو فيرب، تقلبش عليها. اون فا هي غادي. اون فا مانجي، اون فا بواغ، اون فا كومونسي، اون فا ديكوفغ. تقدر غير اون فا هادي تشدها وتبقى تعاودها وتدخلها في هاد الكلمه، وتدخلها معادي وتدخلها معادي وتدخلها معادي. دونك حنا غادي نقولوا اون فا ديكوفغ. تحدي شنو؟ ما عرفتوش التحدي. واخا هاد الكلمه تشالنج راه كتسمعها بزاف، كتلقاها في انستغرام، كتلقاها في لي ريزو سوسيو، وتقدر انت ما تردش لها البال. اليوم احتاجيتها ما غاديش تعرف تقولها، حيت لسانك ما متلقاش فيها وما دايزاش، ما مستعملهاش. هو التشالنج شنو غادي ندير ليها؟ نمشي نقلب ليها. شنو هو التحدي؟ التشالنج. والله الا التحدي والتشالنج ما كنتش عارفه. صافي اون فا ديكوفغيغ ان نوفو تشالنج، شديتها نبقى نقولها ونعاودها، ماشي نبقى نقولها ونعاودها وصافي باش يا ربي تسمح لينا بحال كنحفظوا القران وما كنستوعبوش. لا، اون فا ديكوفغيغ ان نوفو تشالنج. هاد ديكوفغيغ ان نوفو تشالنج راه ما تبقاش تقولها غير في تعلم اللغه ولا شي حاجه، تقدر غير في الصباح فقتي تقول اون فا ديكوفغيغ ان نوفو تشالنج. الفيق بكري، غنفيق بكري، هادي جديدة عاوتاني. تاهي اون فا ديكوفغيغ ان نوفو تشالنج، غادي في الطريق بدلت الطريق،
ان نوفو تشالنج، هذا حتى هو ان نوفو تشالنج. شنو بدلت الطريق حتى هو سميه تحدي، حيت اللغه راه ماشي كيف ما هي محطوطه في حال هكا نخليها هكاك. هذا التشالنج نقدر ندخله في اي كلمه، ديكوفري نقدر ندخله في اي حاجه. مولف كنا ناكل واحد الماكله، اليوم كليت واحد الماكله جديده، اون فا ديكوفري ان نوفو تشالنج. حتى هي الا بغيتي تقول اون فا ديكوفري ان نوفو روبا سي بيان، احسنت. ان روبا هي وجبه، ما جاتش هذيك روبا ديكوفر، اون فا ديكوفري ان نوفو تشالنج، غادي ناكل هذه الماكله حيت عمرني ما كليتها، ما عرفتش كي دايره، زوينه واش تعجبني ما تعجبنيش، حتى هي كتسمى تشالنج. فهمتي الفكره؟ بغيت نوصل لك الحاجه، حاول تربطها مع حياتك انت في كل شيء. هذه من ناحيه، دابا عطيتك كيفاش تستعمل لي فوكابولير وهذه وهذه، وكيف ما هضرت دابا الحاجه كيف ما انك تقدر تدخل في بزاف ديال المواقف، وهذه راه هذه هي ليميرسيون. ليميرسيون هي كتعوم، اميرسيون تو بي اميرسد، يعني انك كتدخل في واحد الحاجه وفما مشيتي كتبان لك. بحال لنفترض انت ملي كتكون غادي كتقلب على شي مركز ولا شي مدرسه ولا شي حاجه، تقدر واحد المدرسه كدوس من حداها ديما وعمرك ما شفتي شنو سميتها، يجي يسولك واحد النهار شي واحد يقول لك كتعرف مدرسه فلان فلانيه، شنو هي مدرسه العلامه؟ لا ويلي، وانت ديما كدوز من حداها وعمرك ما ماشي في حومتك ولا شي حاجه، غير كدوز في الطوبيس ولا شي حاجه، ولا كت المهم يعني ما كترتش البال لهذوك لي بانو ولا شي حاجه، غادي ما كتبانلكش. ولكن ملي كتولي كترد البال ديالك من المدارس يولي بالك مدارس بزاف. نفس الشيء نهار كتمرض ولا شي حاجه وكتمشي للسبيطار، شنو تيوقع؟ كيولي بان لك بنادم كامل مريض، بنادم كامل مريض. مشيتي عاوتاني باغي تدفع لشي مباراه البوليس ولا شي حاجه، كيقول لك بنادم كامل جاي باغي يدفع. مشيتي للبحر كيبان لك بنادم كلشي غادي للبحر، فهمتي لي شنو بغيت نوصل لك؟ سي راه دابا اللغه كيبان لك بنادم ما كيتعلمهاش ياك، وتلقى صحابك اللي حداك بزاف حتى هما مساكن في حالك، ما شاديناش. نهار تمشي لشي سونتر ولا شي بلاصه ولا شي ميتينغ مديرين الناس باش انهم يتعلموا، غادي تقول اه بنادم كلشي تيتعلم لغه. فهمتي شنو بغيت نوصل لك؟ هذه هي لي ميرسيون، يعني راه اي حاجه راه كدير كيديروها الناس. انت مثلا الحاجه اللي بغيتي تعطي فيها وتاخذها وتضبطها، غادي تحاول دير فيها ليميرسيون توتال، تو بي توتالي اميرسد، تو بي توتالي اميرسد، يعني انني كنعوم فيها كنتخشى فيها كليا. بحال دابا عندك واحد الفتره الصيف ولا حتى في القرايه ديالك الصيف، خلاص اللي كانت عندك العطله ديك راه ما نعقلش عليك، هذيك انت دنك على راسك. حتى في الايام الاخرى مثلا كنقرا مع الاستاذ ديالي في الصباح ملي كنكون غادي في الطريق ولا شي حاجه، راه في الطريق ديالي غادي يجي ديما طالق دي زوديو في التليفون في لي زيكوتو، وغادي وكنتسنس وغادي وكنتسنس اي حاجه، طالق الراديو بالفرنسي، راديو مارس كتعجبني الكوره نطلق راديو مارس، جيت للدار نطلق تي في 5 نديرها في التلفازه، مثلا دخلت اليوتيوب جلست في القهوه ولا شي حاجه نشوف شي لعيبه هكا ونتيليشارجيها ونرجعها ام بي 3 ونبقى نسنت لها غادي وغادي وغادي، وكتبقى كتسمع وتعاود وتسمع وتعاود وتسمع وتعاود. وخصك تعرف بان الريبيتيشن از ذا كي تو ليرن اني ثينغ، لا ريبيتيسيون هي لا كلي بور ابروندر نيمبورت نيمبورت. باش تكون لاعب الكره في الصباح كل اسبوع كتفيق، كل اسبوع كل صباح وكل صباح وعشيه كتبقى كتريني. كريستيانو رونالدو شوف شحال تيتريني في النهار باش انه وصل لهذاك المستوى ديالو، كاين لا موهبه لا والو، كيبقى تيتريني. يعني ماشي عنده هو بحال قلتي دابا انت تعلم الانجلي ولا الفرنسي، خاصك هذيك لاكسون ديال الو ميرسي ميسيو ميرسي بور سيت انترفونسيون، ماشي بالضروره تكون عندك لاكسون، ولا حتى مثلا Right, thank you for this intervention, for example. ماشي هذا تكون عندك هولة، مش عندك بي ولا شي حاجة بالفرنسي ولا شي حاجة، ما كايناش. راك تعلمها، كتبقى كتعاود تعاود تهضر تهضر تعاود تعاود حتى كتولي عندك. سي باغي حتى في الكورة في كل شيء. الموهبة بوحديتها أباغ هذيك ما نهضرش عليها أنايا. أما شي حاجة اللي ما عنديش راه يمكن لي تولي عندي، تولي عندي ونشدها بلا أنها زعما تكون فيا ولا شي حاجه، اي حاجه يمكن لك تعلمها. متفقين على هذه النقطه هذه؟ الو هذه كانت الحلقه الاولى، مازال ان شاء الله ندير معكم حلقات حدا اخرين. سي يو نيكست تايم.